هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. يوسف القناع البشوش. لم يكن هناك ما يميزه عن الآخرين في الظاهر على الأقل، إفريقي من مئات ممن يتحينون الفرصة للإبحار إلى الضفة الأخرى، إلى إسبانيا. يوسف يقول إنه اسمه كان واحدا من أولئك الذين درج الناس في حي مسنانة بطنجة، كما في أماكن أخرى يتواجدون بها، على مناداتهم منامي، وتعني بالفرنسية صديقي. وينادي العامة أولئك الأفارقة المرشحين للهجرة السرية إلى أوروبا بمونامي، ولو كانوا 10 أو 50. ظهر يوسف في حي مسنانة في حدود العام 2004، وسرعان ما استطاع أن يحفظ بضع كلمات بالعامية المغربية كانت مفتاحه إلى التعامل مع الناس في ذلك الحي الشعبي الكبير. تخطى حدود صدقة صدقة، أي أعطوني الصدقة، كما يرددها آخرون ممن هم في وضعية صعبة مثله. كان يقول إنه من السنغال. في الحقيقة لم يكن الناس يتوقفون كثيرا عند جنسية يوسف منامي، ولا عند دينه وملته، فذاك أمر لا يهمهم. وكما آخرين ممن اتخذوا من حي الرهراه المحاذي لمسنانة مستقرا، لمس يوسف كرم المغاربة. كانوا يتصدقون على أولئك المساكين، وفي الأعياد في عيد الأضحى مثلا يجعلون لهم نصيبا من أضحياتهم، إذ يعتبرونهم أبناء سبيل. حاول يوسف أن يكسب من عرق الجبين، فعمل أحيانا في أوراش البناء، وتارة اشتغل حمالا في السوق. كان ذلك هو الوجه الظاهر ليوسف، الذي تمكن مرات كثيرة من الإفلات من الحملات التي تنظمها السلطات لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية. الذين لديهم بعض من دقة الملاحظة رصدوا أن منامي يوسف يحظى باحترام عجيب من كل أفراد المجموعة التي يتقاسم معها المأوى. كان يقود تلك المجموعة ويشرف على ترتيب محاولات الإبحار إلى الضفة الأخرى. ورأى ابتسامته العريضة التي تلازمه كان يختفي حزن عميق. فيوسف الذي بلغ 30 بعد أن استقر في مسنانة، يراكم في داخله آلام فراق أصدقاء وأقربين دفعوا حياتهم ثمنا لمحاولة بلوغ الضفة الأوروبية، جريا وراء حلم يصر آلاف ممن هم كيوسف على الإبقاء له على جذوة في أفئدتهم وعقولهم. كان الذين تعامل معهم هذا الإفريقي المرح في الظاهر على الأقل يعرفون أنه سوف يرحل يوما ما، وقد لا يبقي لهم في ذهنه ذكرا بعد أن يعبر إلى الجانب الآخر من المضيق. كانوا يعلمون أنه عابر سبيل. ومع المجموعة التي كان يقودها يوسف، كانت في مسنانة مجموعات أخرى لا تقل تنظيما، ولم تكن العلاقات بين تلك المجموعات سهلة طوال الوقت، وكان التوتر يظهر على السطح من حين إلى آخر. إحدى تلك المجموعات، وكانت تضم 10 أشخاص، كان يقودها شخص آخر ينادونه جيجو. وبينما كان يوسف معتدل القامة، كان جيجو ينزع إلى أن يكون مديدا. كانت ملامح أفراد المجموعتين تختلف من مجموعة إلى أخرى، وكانت على وجوه أفرادها علامات تميز بين أفراد المجموعتين، كانت علامات تدل على انتماء إلى قبيلة بعينها. كان الرجلان يتبادلان حقدا وضغينة حملاها معهما، ومع ذلك فإنهما كانا يحرصان على كتمان عدائهما. التحقت بالمجموعة فتيات، ثم صارت تظهر في الشوارع حوامل، ثم مرضعات وأمهات تحملن أطفالهن في ظهورهن.
اتخذ يوسف فتاة منهن صاحبة، كانت تبدو شابة لا يتعدى عمرها العشرين، وما لبث أن ظهر عليها الحمل، اسمها مريم. قالت يوما لأحدهم في سوق مسنانة إنها قدمت من بوركينا فاسو، حكت فصولا من رحلتها عبر الصحراء مرورا بمالي والجزائر انتهاء إلى المغرب. بفرنسية إفريقية اللكنة حكت كيف مات عدد ممن تاهوا في الصحراء أو تعطلت الشاحنات التي كانت تقلهم بعدما نفذ ما كان معهم من ماء وأكل. حكت كيف قطعت هي ومن كانوا معها في الركب المئات من الكيلومترات مشيا. قالت إن كثيرين ممن كانوا في الركب هم فارون من حروب تشهدها عدة بلدان أو من أوضاع اقتصادية صعبة. شكت مريم مرة أحد أفراد جماعة تستقر بالقرب منهم هددها بقتل مولودها، وما كان من يوسف إلا أن أرسل ثلاثة من رجاله في طلبه جاءوا به. كان يوسف ينتظر في غابة الرهراء. في الغد عثر عليه مشنوقا ومعلقا إلى شجرة. حملت الجثة إلى المشرحة، كانت لأحد أفراد المجموعة المعادية لمجموعة يوسف. أفضت التحريات إلى أن الذي حدث مساء 15 من فبراير من العام 2000 كان جريمة قتل وتصفية حسابات بين المهاجرين السريين الأفارقة. وقد نظمت في الأيام القليلة التي تلت تنفيذ الجريمة حملة مكنت من القبض على عدد من المهاجرين السريين، ومنهم أفراد من مجموعة يوسف فيهم مريم صاحبته. اختفى يوسف عن الأنظار بينما كشف التحقيق مع من اعتقلوا أشياء ذات أهمية وخطورة. علم المحققون أن يوسف الإفريقي الشاب البشوش الذي يقول إنه آت من السنغال لم يكن سنغاليا بل قدم من رواندا، وأنه ينتمي إلى قبيلة الهوتو. كانت الفرضية الأقوى أن يكون يوسف واسمه الآخر هو ميمبا سوسوكو قد التحق بمجموعات المهاجرين السريين التي تتخذ مخابئ لها في غابات بليونش بمحاذاة السياج المقام حول مدينة سبتة المحتلة. وبدا تعقبه أمرا تحفه عدة صعوبات، ثم بدأت تأتي من المداشر المحيطة بغابات بليونش أصداء عن شخص من مالي يدعى تيجان ديالو. قال الذين التقوه إنه شاب وديع استطاع تعلم العامية المغربية، كان يتصرف كما كان يفعل من قبل في مسنانة بطنجة، يتقرب إلى الساكنة ويقيم علاقات تتيح له رصد أخبار ومعلومات تفيده في التخفي. بدا للمحققين أن توقعاتهم في الطريق لكي تصدق، ولكن الرجل كان شديد الحذر، يختفي كلما اشتم رائحة عملية أمنية أو تحركا للسلطات. وقد طرحت عدة مخططات للقبض عليه، واستقر رأي الذين أوكل إليهم أمر ملاحقته على أن يقيم أحد السكان بمحاذاة شاطئ بليونش وليمة، وأن يدعى تيجان ديالو إليها، وأن يسحب معه من يحملون الطعام للمتوارين في مغارات وغابات بليونش. في الليلة التي سبقت اليوم المحدد بات محققان في المنزل. ظهر اليوم التالي حضر ميمبا سوسوكو، كان الرجل نفسه الذي في الصورة التي معهما، وكان في جملة المبحوث عنهم في قضايا القتل والعنف الذي شهدته رواندا بعد العام 94-900 وألف. ما أن دخل الباب حتى أحاط به المحققان. مرحبا بك مونامي، نظر إليهما، كان في نظرته ما يوحي بأنه أدرك أنها النهاية، ومع ذلك فإنه حاول التفلت. دفع أحد المحققين وهم بالركض، كان المحقق الثاني أسرع منه، أسقطه أرضا وصفده، بينما أسرع اثنان كان يرافقانه إلى الغابة، وسرعان ما التهمهما الغطاء النباتي الكثيف. علم منه المحققون أن اسمه هو ميمبا سوسوكو، وأنه كان يقود مجموعة لقتل التوتسي كانت تتحرك في جهات مختلفة من رواندا.
قال إنه شارك في تلك الحرب انتقاما لمقتل والديه. اعترف بأن ذلك الشخص الذي قتله في غابة مسنانا كان عدوا له، كان من التوتسي، ولكنه أقر بأنه لم يقتله بسبب ذلك، بل لأنه حاول المساس بميريام صاحبته. كان ميمبا سوسوكو ينوي القيام بمحاولة للعبور إلى إسبانيا، وكان في حساباته أيضا أن يتسلل إلى سبتة المحتلة. في جملة ما باح به أنه كان يسعى إلى تمكين أفراد مجموعته من التسلل أولا، وأن يكون آخر من يتسلل. لم يبدي أسفا على جريمة القتل التي اقترفها، ولم يبدي أسفا على مشاركته في المذابح التي شهدتها رواندا. كان أسفه الوحيد أن هروبه انتهى هناك عند شاطئ بليونش. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من الاثنين إلى الخميس على الساعة الواحدة بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة العاشرة مساءً.